مساء الخير، مساء الأنوار. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون سلام في عدد جديد من حوار خاص، والذي نستضيف فيه اليوم الباحث في الشريعة الإسلامية وعلم النفس الدكتور سيد بوحريرة. مرحبا بك سيدي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بنا في قناة السلام، ومرحبا بكل من يشاهدنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحصة ناجحة ومفيدة، وبالله التوفيق. لكن دائما أنت ما تنور المشاهد الكريم بحضورك يعني وتحليلاتك يعني، وكيف ترى الأمور يعني؟ والله أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ما دام الإنسان يقدم هذه الحصص وينوي بها وجه الله تبارك وتعالى وإفادة الأمة الجزائرية، فهذا أكيد الله تبارك وتعالى يوفقه وتكون الحصة ناجحة بإذن الله عز وجل. نعم دكتور، لماذا هذا اللقاء الخاص؟ لأنه الأمة الإسلامية في الأسبوع المقبل، خلال الأسبوع المقبل، ستكون مع موعد ديني مميز، يعني مع رمضان سنكون سنستقبل رمضان، رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن. يعني كيف يتم الاستعداد لهذا الشهر المبارك؟ يعني والله شهر رمضان هو شهر عظيم، من أشهر المعظمة ومن أشهر الفضيلة، ويكفيه شرفا ما نص عليه المولى عز وجل في القرآن الكريم، وخصوص سورة البقرة. ويكفيه شرفا أنه أحد أركان الإسلام الخمس. ويكفيه شرفا أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وتأخرت فرضيته حتى ما بعد الهجرة، يعني بعد الهجرة، بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، بعدها فرض الصيام. وهذا الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في شهر رمضان مع يعني من الفوائد والعظات والأمور الجيدة، لا تمنت الأمة أن يكون رمضان السنة كلها. ورمضان هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام بصفة عامة والراعي الأول كانوا يعرفون قيمته، بخلاف ما نحن فيه الآن، وكأن رمضان هذا عبارة عن غول. وعبارة وكأن ولو أنه هو ركن من أركان الإسلام، هو أحد أركان الإسلام الخمسة. نعم، الحديث الصحيح في هذا: بني الإسلام على خمس: الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. ولهذا يكفيه شرفا وفضلا صيام رمضان، يعني صيام رمضان يكفيه فضلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تصور الخارف تاع يوم القيامة ماهوش خارف تاع الدنيا، لأن النهار عند ربي يساوي بحساب الدنيا 1000 سنة. والدليل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي بعد البشر. أنت تصور صوم رمضان على يشترط فيه النية. على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، معنى يبتغي به وجه الله عز وجل، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. تصور أنت يصوم 30 يوما أو 29 يوما، كلها لله عز وجل، بخلاف ما نراه الآن: صايم ويصرف تروليات، صايم ويكفر، صايم ويقول كلام الفاحش، صايم وما يرحمش الزبائن في تجارته. هذا واش من صيام عنده؟ هذا الآيات والأحاديث لا تصدق فيه، ما تنطبق على الناس اللي خافوا ربي، لأن التجارة تجارة مع العبد، وكان تجارة مع ربي عز وجل. هذا رمضان أوروبا، الناس اللي عاشوا في أوروبا يحكيوا لي، يقولوا لي: يا شيخ، كي الحق رمضان كبريات الدكاكين ثم لي سيبيرات الكبار يديروا اعلانات خاصه بالميزينمون، معناها بالمهاجرين المسلمين. قال: يا ودي، كي الحق رمضان يديروا تخفيض الاسعار احتراما للديانه الاسلاميه ولاهلها. حنا هنا كي الحق رمضان يزيدوا يطلعوا الاسعار، يعني كفار يرحموا ومسلم ما يرحمش. والرسول يقول عليه الصلاه والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ارحم من في الارض يرحمكم من السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ويكفيه أستاذنا الكريم شرفا أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، كما جاء في القرآن الكريم: لكن وكتب ربكم على نفسه الرحمة. كيفاش أنت ما ترحمش؟ لكن مبدئيا الإنسان يسبق النية لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني أكيد إذا ما دارش النية ما عنده والو. أي عمل تقوم به. العلامة الدكتور سليمان أشقر الدكتورة تاعو كانت كتاب النيات. الدكتورة تاعو أطروح الدكتورة النيات. يعني الإنسان أي عمل يقوم بها، أي عمل إذا ما دارش النية
عمله هباء منثورا. لا بد من النية ليلة رمضان أن يقول اللهم يا ربي وفقني لصيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا احتسب الأجر من الله عز وجل. وتصوم موش كما البعض في الأوروبيين يصوموا رمضان موش تقرب لله، إنما فيه منافع صحية فهم يصومونه، وإحنا نصومه لأنه عبادة ولأنه فيه منافع عديدة. إذا تسبق نية العبادة على المنافع الصحية. نعم. ما هي أحب الأعمال عند الله يعني خلال شهر رمضان؟ يعني والله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، وكان الصحابة وكان العلماء إمام الذهبي تلميذ ابن تيمية ابن تيمية ابن القيم ابن رجب ابن كثير، والقائمة طويلة، أنا عندي استطاعة أذكر لك أسماء كثيرة. كان إذا دخل رمضان طووا صحفهم وكتبهم ومؤلفاتهم وأبحاثهم يحطوها بجانب ويتفرغون تفرغا تاما لقراءة القرآن، وموش قراءة بس، القراءة بتدبر، لأن ربي وش قال القرآن الكريم؟ كيف بتدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نفر؟ التدبر يا سيدي عائشة وش قالت رضي الله عنها؟ وش قالت؟ الصديقة بنت الصديق وزوجة أصدق الصديقين، وش قالت؟ قالت رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ويقرأ، ألا لعنة الله على الظالمين، وهو يظلم البشر. هو يظلم الناس، يسرق يكذب يأكل أموال الناس يدير النميمة أشياء كثيرة ويقرأ، وهذا ما فهمش، هذا ما تدبرش القرآن الكريم. السلف الصالح بدءا من الصحابة وهلم جرى كانوا إذا وحدهم إذا قرأ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، حاول تخشع حاول. ولهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها ورب قالت رضي الله عنها قالت عجبت لمن بلغ الستين ولم يحفظ الستين. يعني السلف الصالح كان يقرأ قرآن، عمرو الخطاب كان مار رايح الجامع وسمع واحد يقرأ يعني إن عذاب ربك لواقع أغمي عليه وسقط أرضا. شوف شوف كان هذا مش كان قاعد عاقب ماشي واسمع إن عذاب ربك لواقع، وقع العمر وقع لي أنا وأنت. عمر الخطر حشاك هو الذي قال لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا من أهل النار، واللي قال يا ليتني شعرة من شعرات أبي بكر الصديقة في صدري، يا ليت أم عمر امتلت عمر، يا ليتني كنت ترابا. يعني وأبي بكر وش قال؟ قال والله لا آمن مكر الله ولو كانت رجل واحدة بالجنة والأخرى خارجة ما نمنش حتى يدخلوا بزوج. إذا كان هذا أبا بكر، إذا كان هذا عمر، وإحنا ما وش نقوله؟ إحنا رانا نقرأ القرآن ما نتدبروش. أتصور أنت الغيبة والنميمة يعني هو يقرأ الآية من سورة الحجرات لتبين بلي الغيبة والنميمة من الكبائر، ويقرأ حديث على الأربعين وغيرها من الغيبة والنميمة وقف من الكبائر، لكنه وهو صائم الغيبة في العلماء في الأئمة الإمام مالك أبو طول وكذا. يعني إذا كنت تري إمام صغرى هنا صلى وحزب هنا زود حزابه، إذا كنت جاي صلي التراويح أنا تمنيت من إخواني في وزارة الشؤون الدينية يعودوا يردون القاعدة القديمة نسمع في سلكها على الأقل نسكن راه ما يقرأوا والو على العام، يزيد يجي رمضان يسمع غير 30 حزب وجيه بزاف. أنا ماذا بيا يعودوا يردوا هنا الجح زاف اليوم على الأقل أقل شيء أضعف الإيمان نسمعوا سلكها أضعف الإيمان. إذا القاعدة تغيرت يعني عندما كانت يعني مرت الجزائر يعني بفترة كورونا نعم هذا أمر نظرا لتلك الأزمة يعني كانت القاعدة يعني تغيرت يعني، وهذا السبب قد زال، وأتمنى أن يعاد الأمر إلى الأمر الأول. نسمع يعني صح يسميها ما لازم شيء قرب يعني بالطول يعني يتعب الناس يا أخوي، خفف معليش خفف وجيب الناس كين على الأقل نسمع شيء. كل يدخل رمضان المصحف الله ما يحكمه. أنا تسألوني الناس وجوا عندي ناس والله قلت المصحف الله والله لا علاقة به طوال شهر رمضان. ما هكذا كان السلف الصالح، بالعكس السلف الصالح كان كي يدخل رمضان يحبس كلش غير القرآن، يقرؤونه بتدبر وتفهم وعمل بما في القرآن الكريم. احنا رانا عكس ما كان عليه السلف الصالح. العكس.
نعم الأعمال الأخرى المستحبة في رمضان. والله هو رمضان ما تنساش يا سيدي. نعم. رمضان غزوات عظيمة، فتح مكة كان في رمضان. نعم. غزوة بدر الكبرى كان في رمضان. نعم. يعني رمضان أنا عندي قائمة راني مدونها، يعني أحداث عظيمة كانت في رمضان، أحداث والنبي عليه السلام غزا وهو صائم. نعم. وبعض أصحابه أخذوا بالرخصة أفطروا، وبعضهم أخذوا بالعزيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم ممن أخذ بالعزيمة والسيف في يده ويعني والرماح وهو صائم. إحنا الآن يعني حاجة نديرها في رمضان، أوصي بها نفسي الضعيفة وأوصي بها كل من يشاهدني ويعرفوني، أن كي الحق رمضان لازم نتوبوا. لأن علاش يا سيدي؟ علاش يقولك الإمساك؟ أنا الإمساك يعني بالتفكير تاعي درتو نوعان. نعم. إمساك عن الإفطار والشراب. نعم. والجماع من الفجر إلى أذان المغربي. نعم. وإمساك معنوي، لأن كاين الإمساك الحسي وإمساك المعنوي. نعم. والإمساك المعنوي هو أن تمسك لسانك. نعم. عن الغيبة والنميمة والقذف وتتبع عورات أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا فهم الفائدة من 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 رمضان. نعم. من فائدة وأنت صائم ولسانك لا يصوم. نعم. أنت صائم ويداك لم تصوم. نعم. عينك لم تصوم، إذا لازم الجوارح كلها تصوم، وإذنك ما تسمعش أغناء، عينك ما يشوفوش إلى ما حرم الله، يديك ما تديش مال ماوش تحدير في جيبك. نعم. ولهذا إذا الإمساك نوعان. نعم. إمساك حسي وإمساك معنوي، وهذا الكثير من الناس يجهلونه. كاين كذلك في رمضان واحد يصوم، أنا أوصي نفسي الصدقة مليحة في رمضان. كاين ناس أنا نعرف ناس نعرفهم وندخل ديارهم يعني وعلى المباشر وأتحمل مسؤولية أقول عند الله عز وجل. نعم. كاين الناس كل انواع الصدقه ما يفطروش الناس. نعم. كاين مؤمن الناس هذه ما تصوموا شعبان. نعم. انا شاهدتهم وكان يجي يحكوا لي والله ما اكيد الحق المغرب ما كاين والو. نعم. والله غير يفطر على المقارون، والله الذي لا اله غيره في هذه الايام غير الناس فطرت على المقارون. نعم. فطرت على خبز يابس. اذا الصدقه مليحه في رمضان، راهي تضاعف اضعافا مضاعفه. نعم. في رمضان دون غيرها من باقي الشهور. إذن شعبان ورمضان راه الأجر ضعف. إذن الإنسان في رمضان يقرأ القرآن، يمسك لسانه وجوارحه عن أمة النبي عليه السلام، الصدقة. نعم. وما كاش بالصدقة السر، ما كاش كما صدقة السر. كذلك رمضان كاين أبناء اليتامى، ابناء المطلقات، ابناء الفقراء. نعم. كيما انت ولادك يعيدوا، هذا ثاني يعيدوا، واحد يفكر باللي كاين الناس لازم نتعيد. نعم. اذا صله الرحم. نعم. تراويح ودعونا، وانصح الناس اللي راهم يتكيفوا الدخان والشمع، يعني فرصه ثمينه امامكم. انت من الفجر ما تكيفش حتى المغرب، علاه تكيف على المغرب؟ افطر وروح الجامع صلي واللي طلع الدار، هكذا تكون ارضيت ربك وتوقفت عن هذه السجائر المحرمة شرعا هي والشمع. إذا تلقى النهار طول صايم، صام عن الحلال وأفطر عن الشمة والدخان. غير المغرب يعطيها قطرة تعمى ويعطيها برفع الشمع. يعني سبحان الله العظيم، الفم هذا اللي يخرج منه كلام الله عيب تدخل فيه الشمع. نعم. وراك تآذي نفسك وتآذي من حواليك وتآذي الملائكة. إذا كان النبي عليه السلام نهانا عن أكل الثوم. نعم. والبصلي هكذا بصفة عامة، وفي أحاديث خاصة قال من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فليعتزلنا وليعتزل مصلانا. إذا هذا الرسول، وفي رواية قال فإن الملائكة تتأذى. نعم. مما يتأذى منه بنو آدم. راك تأذي الملائكة وتأذي بني آدم. دكتور، راك أثم. لكل إنسان له نقص في فريضة رمضان، يعني في صيام رمضان. يقول لك رمضان ماهوش يعني فرض باش تصوموا، يعني هناك الكثير من الناس يا وراء ماشي غير فرض، راه ركن. لان الفرق قد يجبر. نعم. قد تجبر بفديه وغيرها، لكن راه ركن من اركان الاسلام. نعم. والمستهزئ به والمستهتر به. نعم. واللي يحب ينقص من درجته معناها يذكر، قال له هذه الادله على فرضيه رمضان ووجوبه وركنيته. اذا ما حبش يستعرض هذا قد يخرج من المله. إذا كان ذكرته وجبت الأدلة من القرآن والسنة وسلف الأمة باللي رمضان راه ركن من أركان الإسلام. لا يتم إسلامك إلا بالامتثال لهذا الشهر العظيم، وتلقاه هو يستهزأ ويقلل من قيمته. يعني الإنسان راه على جرف نهار،
هذا راه على خطر، لابد ان يسرع قبل ان يقذفه ملك الموت. نعم. رمضان راه واجب، راه ركن من اركان الاسلام، لان كيقول غير واجب راه ينقص من قيمته، هو واجب وركن ولا مزيه لاحد. لماذا طرحت لك لماذا طرحت هذا السؤال عليك؟ لانه صادفت شخص قال لي انا اشهد بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن اعطيني لكن ما هو الدليل على فرض على رمضان هو ركن من اركان الاسلام؟ يعني والله يا سيدي لماذا مفروض يعني؟ والله يا سيدي غيرك طرحت سؤال وجيه، بارك الله فيك. الله الزكاه فرض ولا ماشي فرض؟ ركن من اركان الاسلام ولا واش دار ابو بكر الصديق؟ وهناك من يقول انه رمضان لمن استطاع اليه سبيلا. من استطاع؟ شوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وسهره. نعم. وله أن يسن. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث وهو صحيح. نعم. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاء ناس واش قالوا؟ قال لك حنا كنا نعطيها لرسول الله، والان الرسول صلى الله عليه وسلم مات وانتقل الى الرفيق الاعلى، حنا لا نعطي زكاتنا لاي كان. نعم. ابا بكر الصديق اجتهد واجتهاده على الراس والعين، وجزاه الله عنا كل خير، وانا اوافقه الى القيامه رضي الله عنه. دار حاجه مليحه، قال والله ما قال ساقاتلن، حلف قسم، قال والله لاقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، وفي رواية من منعني عقالا كان يؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية امتنع عمر ما وفقوش، ولكن في آخر المطاف كلهم وافقوه ووقفوا معه صفا واحدا وقاتلهم. قال والله لا أقاتلن. ها يجيك واحد بشبهة يقول كيف تقاتل انت واحد يقول لا إله الله، لكنه بالمقابل أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. أو أنكر حاجة راهي ركن من أركان الإسلام. أنت تروح تحج ما درش بعض الأمور، عندك هدي، عندك دم، عندك سيارة، لكن كاين أشياء إذا ما درتهاش ما عندها ما عندهاش ترقيع، معناها تعاود الحد من جديد. الركن الركن ماهوش كيما الواجب، ماهوش كيما المستحب، ماناش في حصة تاع اصول الفقه، والا نتكلموا على احكام الشرع الخمسه. ولهذا منكره بعدما يذكر ويعطوا له الادله ويحاولوا نحو الشبهات، اذا ما حبش يستعرض هذا من شك في كفر الكافر فهو على شفا جرف نهار، هذا لا شك انه ارتد عن دينه وقد انكر معلوم من الدين بالضروره، يعني بالكتاب انكر امر من الدين، يعني شيء واضح اجماع وقع. الصيام مذكور في القرآن. نعم. مذكور في السنة، ووقع عليه الإجماع منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. شكون أنت باش تخرق الإجماع؟ شكون أنت باش تعبس على الآيات؟ نعم. شكون أنت باش تغم الأحاديث؟ نعم. شكون أنت باش تخالف إجماع الأمة؟ نعم. والرسول واش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا نعم. وقع إجماع. إجماع الواحد ما خالف التجلية الآن تقول باللي أنا يا ما نصومش ولا نصوم بور لا سونتي للصحة، لا تصوم رمضان ابتغاء وجه الله إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، قال إيمانا بالله واحتسابا لوجه الله عز وجل. نعم أستاذ، هناك نقطة مهمة، التوبة في رمضان، التوبة تنزل على قلب كل من يشهد بأن لا إله إلا الله، ولو أنه هناك البعض من يقصر يعني في العبادة على مدار العام، لكن عندما يأتي رمضان ما نقولوش كل الناس، لكن معظم الناس تنوي التوبة في رمضان. يعني والله يا حاجة مليحة، نحن لا نقنط الناس من رحمة الله. التوبة كاين زوج مضارب اللي ما فيهمش توبة، حالتان اثنتان لا توبة فيهما، عند مجيء ملك الموت. نعم. معنى إذا الحق ملك الموت واحد يقول كان الآن، قال خلاص فات الأوان. نعم. خلاص. وأيضا عند طلوع الشمس من مغربها. نعم. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، دليل القرآن واضح. وعندما تبزغ الشمس من مغربها علامة الساعة الكبرى لا توبة لتائب. نعم. أما بعد ذلك والله لو كانت ذنوبهم مثل عنان السماء والأرض ومثل زبد البحر
ورجع ربي، وخاصة في شهر رمضان الشهر الفضيل، يعني التوبة راه منورة وراه إن شاء الله مقبولة عند ربي عز وجل. إذا كان إنسان مهما دار من المعاصي، لا نقلت الناس، من نحن باش نقلتوا الناس؟ لعل هذا يتبذرك ويدخل الجنة، ولا مع حياتك كاع عبادة ما ندخلهاش، من يدري؟ إنسان ما يزكيش نفسه ويطعن بالآخرين، حبي يتوب جيبوا الجنة. أنا أريد أن أقول لك مرحبا بك، توب إلى الله عز وجل. في رمضان تلين القلوب يعني. ما شاء الله. إلى الله إلى العباد. تلقى الناس يرحموا. نعم. أنا بزاف ناس يجون في رمضان يقول لي الشيخ والله حبيت نديك في رمضان، يا شيخ يقول لي كش ما تعرف ناس، نقول له نعرف أنا ندخل ديار تاع الناس. ولو أنه يكون تقصير يعني. هو التقصير التقصير على مدار العام موجود. نعم. ما تكون تقصير، حنا راح نصلوا. مثلا هناك إنسان ما يكونش يصلي على مدار العام، عندما يأتي رمضان ينوي التوبة ويبدأ الصلاة. ما شاء الله. نعم. نتمنى تكون استمرارية بعد رمضان. لماذا نتوقف في الليلة 27 من رمضان؟ نعم. أنا الأدهى كنت ندير دروس المسجد. نعم. يعني في رمضان. نعم. ندير درس كي الحق العشاء نصلي ونشوف أمة خارجة ونروح يروحوا الطابلة تاع الدومينو والكارطة هذه تلقى يسهر حتى الصباح، يبقى هذيك ربع ساعة ولا يطلع يشرب شيامة ولا يدير قارو كما يقولوا ما بدار الدرجه تاعنا، ويعطيها برقده ينزلوها العصر، يصلي الصبح والظهر والعصر، ومع من تما كاين اللي يشد روحه وكاين اللي تما من العصر ويتضارب حتى المغرب. هذه أيوة رمضان الا هو هذا. هذه ليست توبه. واش من رمضان؟ ما كان ورد رمضان الرسول كان بتسيفه شاهر وسيفه بوجوه الاعداء في وجوه الكفار. كان فتح مكة كان في رمضان غزوة بدر الكبرى. لكن ماذا للإنسان الذي ينوي رمضان إيمانا واحتسابا صياما لربي سبحانه ويقصر في العبادات الأخرى يعني؟ شوف كالصلاة يعني. شوف يا أستاذ. نعم. بارك الله فيك. نعم. التقصير كلنا مقصرون. نعم. كلنا. نعم. مقصرون، ولكن ألا يكون التقصير متعمدا. نعم. ألا يكون التقصير في المسائل التي لا ينبغي أن يكون. نعم. تعال ما نصليش تراويح، راه فيه فضل عظيم، فيهم فضل عظيم، فضل فيهم حسنات لا تحصى. بعيدا عن التراويح يعني، الانسان في رمضان من المفروض انه يحافظ على صلوات الخمس. بارك يعني الله فيك. نعم. صلوات الخمس، ويمسك لسانه ويقرا قران ومليح يقرا على هذا اضعف شهر رمضان يعني. مليح يتفقه. نعم. انا الشيء الذي اعيبه على كثير من خلق الله عز وجل، وان شاء الله ربي يهدينا جميعا، انا بدءا من نفسي. نعم. تلقاه عمر ما حكم السيلو، ما يعرفش يقرا. انا خطره كنت نعقب البرمي. نعم. سياقه يجي واحد في عمره 65 هكذا، كلها حوالي تقريبا المهم فوق الستينات. نعم. قلت له واش الحال؟ قال لي هادي انا نقرا. وقال لي باهي عندي البرمي. قلت له تعرف تقرا؟ قال لي والله ما نعرف نقرا. حرف ما يقراش، حرف والله ما يقرا. نعم. لكن نهار في الكود والله يحفظ الكتاب تاع الكود. نعم. وجابوا كلش، ولكن تلقاه في الصلاه ما يعرفش، تلقى 70 سنه صلاه ما يعرفش يرقع صلاته. نعم. 70 سنه في عمره ما يعرفش مفترق رمضان، 70 سنه في عمره ما يعرفش باللي هناك سبعه امطار، سبعه نقاط يجوز فيه من الافطار في رمضان. نعم. سبعه اصناف. نعم. استاذ او دكتور، ما هي احكام الصيام يعني؟ والله شوف، هو الصيام. نعم. مذكور في القرآن والسنة وسلف الأمة. نعم. الصيام مذكور في القرآن سورة البقرة، فمن شهد منكم الشهر. نعم. فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. وإذا سألك عبادي عني إلى آخره. نعم. رمضان بالقرآن موجود. نعم. السنة موجود. نعم. وبالإجماع رمضان لابد أن تصح النية ليلة رمضان. نعم. تنوي 30 يوم. نعم. ثانيا تنوي أنك تصوم لوجه الله لا رئاء الناس وسمعة الناس. نعم. ثالثا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، وفي رواية ما يحبه لنفسه بلها. نعم. إذن أنت دير بالك حاجة، كلمة تأكل في الطابلة مليح فكر في خاوتك لازم يأكل مليح. كلمة أنت ولدك نهار العيد يلبسوا مليح فكر بلي كاين أبناء الفقراء والأرامل والمطلقات ماهوش راح يعيدوا. نعم. إذن رمضان له حكم، ماشي حكمة، له حكم ودلالات واشياء لابد معرفتها. علشان انا قلت لك، انت راح تحج لازم تقرا فقه الحج. نعم. انت راح تصوم لازم تقرا فقه الصيام. نعم. انت حبيت تدخل الاسلام وحبيت تولي تصلي لازم تعرف اربع حوايج، ثلاثه لان شروط التوبه اربعه، ثلاثه بينك وبين الله. الشرط الرابع اللي رانا مفرطين فيه
وهو رد المظالم لأصحابها. يا كم هو العدد كبير. نعم. تلقى أكل أموال الناس بالباطل ويقول كان أنتم ودير عمرات وحجات و و و و و و ولكنهم موصافي مع الناس. نعم. موش مريق لي روح مع الناس ودي أموال اليتامى. نعم. ودي تركة اليتامى وتلقاه كان أموال العمال والكادحين ومع الاخر يقول لك سلف لي ما يردش لك روح اشتري روح دير واش حبيت ومع تلقاه يقول غير توبتك موقوفه بينك وبين الله سهل لكن رد المظالم لاصحابها. ثانيا كذلك نقول للناس الصايمين هناك بعض الحالات ما لازمش يصوم الانسان اللي عنده مرض السكر خاصه التيب ان. كاين بعض الامراض لو كان صوم تدي الاثم. كاين بعض الامراض اذا صام راه يدي في سيئات. انا نقولها على المباشر ماهوش الحسنات. قبل ما تروح المفتي الامام شوف الطبيب الحاذق المختص قال انا عندي مرض كذا وكذا. اذا هذا الطبيب الجزائري المسلم العربي ايا كان في اي دوله قال لك الصيام سوف يضرك ما تصومش افطر وما تفطرش وتصوم انت راك خالفت الاجماع وخالفت الاطباء والامام راح يفتي لك يقول لك واش قال لك الطبيب. الطبيب قال لي ما تصومش كون تصوم راح تنضر. الامام واش يقول لك المفتي يقول لك خذ برأي الطبيب. نعم. اذا احنا تلقاه عنده امراض خطيره ديننا يسوى يعني ما تصومش خذ بالرخصه عندك. نعم. رخصه خذ بها. نعم. ربي سبحانه وتعالى ما داش العباده باش يتعبنا. نعم. بالعكس ليريحنا. نعم. وصلنا الى ختام هذا العدد ربما اخر كلمه يعني نختم بها. الله اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. ان يكون هذا الشهر الفضيل شهر رمضان شهر خير وبركه وعافيه علينا وعلى الامه الاسلاميه وان يعتني الاغنياء بالفقراء والاغنياء ماذا به وما يعرفوش قد يروح يزور يجي عندي يجي عندك يروح عند الائمه يروح قال يا دين انا من انا عندي المال ولكن ما نعرفش الفقير المحتاج. نعم. لان الفقير موش هذاك اللي طاح في ترامي. نعم. موش الفقير اللي طاح في مترو موش الفقير اللي يجي قدام ابواب المساجد. هذا التسول والتسول بدرجه الطلبه في الاسلام حرام. نعم. ما تجوش. نعم. اذا كاين الناس عندهم ماء الوجه ما عندوش وما يقولكش اعطيني هذاك لازم هذاك لازم يدي. نعم. واجب على الاغنياء واهل العلم الائمه وعلماء ان يتفقدوا هؤلاء المحتاجين ولكن قال الله تبارك وتعالى فيه في القران الكريم يحسبهم وفي قراءه ورش يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. نعم. لا يسألون الناس الحال هذا لازم احنا نقصدهم والا سنسال عن كل واحد منهم يوم القيامه. شكرا جزيلا دكتور. ما عسنا الا ان نقول اللهم بلغنا رمضان. أمين. أمين. سالمين غانمين ويتقبل منا كل الاعمال وربي يتوب بصحه وعافيه وربي يتوب ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذا العدد دمتم في رعايه الله الى اللقاء.